نطير دلوقتي لسطيف ونشوف كريم احمد زميلنا مراسل قناه الاهلي هناك، هيقول لنا ايه عن اخر استعدادات النادي الاهلي قبل 3 ساعات ونص من لقاء النهارده المهم. مساء الخير عليك شيما، برحب بيك في البداية وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله تكون النادي الأهلي من نصيبه هذه المباراة. استعدادات كانت مكثفة خلال الأيام الماضية زي ما قلنا في رسائلنا الماضية، سواء ملعب مختار التتش أو هنا في الجزائر، لكن ساعات بسيطة بتفصلنا عن هذه المباراة. لو بسترجع معاك وبطمن كل جمهور النادي الأهلي على آخر الاستعدادات الخاصة بفريق النادي الأهلي قبل انطلاق هذه المباراة، الكل مستعد، أجواء حماسية فيها تركيز كبير جدا زي ما قلنا قبل كده، فرضوا الجهاز واللعيبة يمكن على قدر المسؤوليه كعادتها. لعيبه النادي الاهلي لديها القدرات والخبرات الكبيره ان شاء الله التاهل من هنا في الجزائر، حلم كل الاهلاويه ان شاء الله حصول على البطوله الافريقيه والوصول الى كاس العالم للانديه. كعاده اليوم بيكون يوم المباراه صباحا بيكون في الفطار يليه على طول وجبه غداء في الساعه 5:30 بتوقيت الجزائر، هتكون محاضره اخيره لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي لوضع التشكيل اللي يخوض به هذه المباراه، وايضا كمان كل الامور الخاصه بالتكتيك اللي هنا ان شاء الله في هذه المباراه. لو بتكلم معاك كمان على الجانب الاخر، فريق وفاق سطيف الجزائري يمكن خلال الايام الماضيه حشد كبير للجمهور، ويمكن حاطين يمكن امل كبير جدا على دعم جمهور وفاق سطيف. يمكن زي ما قلنا قبل كده هو تشجيعه يمكن شرس شويه، معروف عن وفاق سطيف ان هو بيشجع بطريقه يمكن صعبه شويه عن الجمهور المصري ان هو يكون معتاد عليها، وايضا كمان يمكن في بعض الامور الخاصه هنا بالجماهير واشتباكات يمكن كانت خلال الايام الماضيه ليها تاثير شويه، لكن بنتمنى ان شاء الله ان تكون المباراه نصيب النادي الاهلي وان تسود هذه المباراه الروح الرياضيه باذن الله. عندنا ثقه كبيره زي ما قلنا في لعيبتنا في الجهاز الفني، حاله التركيز الكبيره اللي احنا شايفينها دي اللي بتخلينا ناكد في كل رساله ان شاء الله هتكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. ايضا كمان اطمنك بشكل عام على حاله كل اللاعبين البدنيه والمعنويه، ايضا كل اللاعبين في حاله وجاهزيه كبيره جدا، سواء احمد فتحي اللي كان بيعاني من كدمه في الركبه، ميدو جابر جاهز، عمرو السوليه، حسام عاشور ايضا كمان كان عنده بعض الالام خلال الايام الماضيه، لكن تمرينه امس واول امس كمان ظهروا بشكل مميز جدا، وتدريب كان قوي وشفنا الجديه والحماسه في التدريب. اكدنا كمان على ملعب المباراه، الملعب النجيل الصناعي، ملعب 8 مايو، الملعب قلنا يمكن ضيق شويه على النادي الاهلي، لكن اكدنا ايضا من اكثر من مره ان النادي الاهلي لعب في ظروف اصعب من كده، ملاعب اضيق من كده كمان، سواء في البطوله الافريقيه وفي اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي. خلاص بامر واقع قدام النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله كل هذه الامور النادي الاهلي ياخدها دوافع ليه في المباراه ويحقق فوز غالي جدا يؤهلنا بالله للمباراه النهائيه. كريم، عايز اسالك برضو ازاي تناولت الصحافه الجزائريه لقاء النهارده ما بين الاهلي وفاق سطيف الجزائري؟ لو بتكلم طبعا يا شيما على الصحف الجزائريه والمواقع، ويمكن طبعا حاله من التفاؤل هنا بتسود الجماهير الجزائريه وايضا كمان النقاد الرياضيين. لو ببدا معاكي بخبر في الهداف الوفاق جاهز لريمونتادا، ريمونتادا تاريخيه وبلوغ نهائي الابطال، يمكن دي كانت صحيفه الهداف ذكرت هذا الخبر، وايضا كمان كان تضمن الخبر بعض فريق وفاق سطيف سيعيد التاريخ بعد مرور 30 سنه للوصول للنجمه الثالثه او للبطوله الثالثه لفريق وفاق سطيف، وايضا كمان الشروق الوفاق يتسلح بالتاريخ من اجل الثالثه، من اجل طبعا البطوله الثالثه. جريده الجزائر الجديده، الوفاق يتسلح بالتاريخ والجمهور لتخطي الاهلي المصري. اخبار يمكن عديده جدا بتتناول هنا الصحف المغربيه الجزائريه وايضا كمان المواقع الجزائريه، ايضا كمان الخبر الوفاق النسر الاسود سيتاهل من خلال بوابه ملعب النار والانتصار، كلها زي ما قلنا يا شيما اجواء كلها تحفيزيه هنا، التحفيز والجمهور والعامل الجمهور هو اللي يمكن بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في هذه المباراه، لان مباراة صعبة النادي الأهلي تحقيقه لهدفين في المباراة الأولى وإهداره أكثر من فرصة يمكن مسبب شوية بعض التوتر على الجانب الوفاق سطيف أن النادي الأهلي يحرز هدف، ودي اللي إن شاء الله بنتمناه أن النادي الأهلي في البداية يحقق هدف واثنين بإذن الله. ثقتنا الكبيرة في لعيبة النادي الأهلي أن احنا نصعد من هنا للمباراة النهائية سواء في مواجهة الترجي التونسي أو بيرميرو دي أجوستو اللي هيكون توقيته ينطلق في الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، ده هيكون وقت تحرك النادي الأهلي وفريق وفاق سطيف إلى ملعب المباراة. الأمور كلها مهيئة، الأمور كلها مطمئنة، ويا رب إن شاء الله بإذن الله دعوات كل الاهلاويه ان نعود منتصرين هنا من الجزائر ونتاهل باذن الله للمباراه النهائيه. عوده ليك يا شيما. يا رب ان شاء الله يا كريم، بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك جدا طبعا على المعلومات الوفيه عن استعدادات النادي الاهلي النهارده للقائه الهام وصاد وفاق سطيف، بالاضافه طبعا لكل الاخبار اللي جبتها لنا النهارده من الصحافه الجزائريه وكيف تناولت لقاء اليوم. بشكرك جدا كريم.